قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن هذا الجهاز جهاز مطور مثلا، لو جاء رجل وفتح الماء مثلا تمام وأخذ يصب الماء على الجهاز ويشرب، إيش نقول عنه؟ مجنون صحيح، لأنه لا يعرف أنه هذا الجهاز لأي غرض، للاتصال، إرسال رسائل مثلا كذا. طيب أنت خلقت لتأكل، لتلعب، لتشرب، لتنام، لتلهو؟ لا، خلقت لغاية وهي العبادة. فإذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مجنون، مثل الذي يشرب الماء بهذا الجهاز. ولهذا الذي يعرض عن هذا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إن الباطل كان زهوقا. إذن خلقت لتوحد الله سبحانه وتعالى.